ولكن بفر التضحية والوقفة نتاعها هذا الشباب اللي هما الخيري خالف لخيري سلف. وشفتوا في الصور تاع التلفزة كلهم كل الصور كانوا واضحة، عايشين في أحياء بسيطة في منازل بسيطة، ولا واحد عنده فيلا فخمة أو قصر، بالعكس عايشين كبسطاء. هكذا كانوا بن مهيدي وديدوش مراد وكريم بالقاسم، نفس المعيشة. لهذا نتوقف بإجلال ونقول هذه هي الجزائر، الحمد لله هذه هي الجزائر ما دام هذا الشباب، وما دام شوف هذه القاعة من مجاهدين من أعيان من جامعيين من بنات وشباب، الجزائر بخير والرئيس بخير والحزب بخير.